أن تطلعنا وترفدنا بآخر المعلومات حول آخر التطورات التي تشهدها منطقة حلب. نعم، مساء الخير. طبعا يستمر النظام بانتهاك القوانين الدولية، وذلك بعد قصف بلدة أورم الكبرى في الريف الغربي بمادة بيضاء اللون حارقة، ويعتقد أنها مادة الفوسفور المحرمة دوليا، حيث استشهد في هذا القصف 10 شهداء و50 مصابا، غالبهم من الأطفال والنساء. وفي صعيد آخر، قامت قوات النظام بارتكاب مجزرة أخرى في حي الفردوس بقصف صاروخ أرض أرض من أكاديمية الأسد، مما أدى إلى استشهاد 18 شخصا وأصابت أكثر من 100 جريح، وذلك جراء انهيار مباني قصفات تقطنها عوائل من المدنيين في الحي. طبعا بالنسبة للتطورات العسكرية، أعلن الجيش الحر عن تحرير حاجز الحمام اليوم الذي يقع بعد بلدة خناصر، وقطع الطريق حماة خناصر بشكل نهائي، وذلك تم قطع جميع الإمدادات العسكرية البرية إلى مدينة حرب عن قوات النظام. اليوم قوات النظام لا تملك أي طريق بري إلى مدينة حلب، فلذلك نتوقع زيادة كبيرة في استخدام الطيران المروحي لنقل الذخيرة والمعدات والشخصيات العسكرية في عند النظام. وأيضا أصبحت معامل الدفاع الواقعة في الريف الشرقي محاصرة بشكل كامل على أيدي الثوار والجيش الحر، وقام الجيش الحر باستهداف نقاط حساسة لقوات النظام داخل مدينة حلب كفرع الأمن السياسي ومشفى ميسلون المخابرات الجوية وأماكن تمركزه في جبل معارك الأرتيق في الريف الشمالي. طيب، هل هناك يعني مثلا بعض المناطق، حتى نفهم الصورة بشكل أفضل، بعض المناطق قد لا تكون تتعرض مثلا لقصف أو حتى يعني بعيدة عن مواقع الاشتباك بين الطرفين، من الممكن أن تكون ملاذا شبه آمن، لا أقول آمنا، شبه آمن لبعض السوريين الذين يعيشون في المناطق الخطرة؟ نعم أخي، بصراحة الجيش الحر كانت خطته تعمل على هذا المبدأ عندما قام بتحرير الريف الشمالي والغربي. الصوت يتقطع. أن تبتعد القرى الغربية والشمالية عن المدينة عن القصف المستمر. نعم، تسمعني أخي؟ أسمعك، يتقطع الصوت قليلا، إن شاء الله يعني يبقى الصوت متواصل إلى حين الانتهاء من هذه المداخلة لك. نعم أخي، بالنسبة لهذه الخطة عملها الجيش الحر لإبعاد المناطق الغربية والشمالية عن القصف عن مركز المدينة حلب، لكن قوات النظام كانت تستخدم المدفعية والراجمات. حين قام جيش الحر بتحرير أقصى الشمال وأقصى الغرب في حلب، بدأت تستخدم السلاح الأكبر وهو صواريخ أرض أرض. عندما اكتمل التحرير ولم يستطع النظام استخدام 40 كيلو صواريخ 40 كيلو وال100 كيلو، أصبح يستخدم اليوم الصواريخ البالستية وأيضا صواريخ الطيران الحربي. لذلك ليس هناك أي منطقة في سوريا، أنا لا أتكلم فقط عن حلب، ليس هناك أي منطقة في سوريا آمنة اليوم عن قصف قوات النظام. جميع المناطق يقوم بقصفها بوحشية طيب أكتفي بهذا القدر لأنه الصوت بالفعل يتقطع. ياسين أبو رائد مراسل شبكة سوريا مباشر، شكرا جزيلا لك.